وبالطبع مشاهدي الكرام، للحديث عن هذا الموضوع بينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد كارم الخبير السياحي. أهلا بحضرتك دكتور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. أستاذ محمد، الرئيس مجلس الوزراء وحديثه اليوم عن إن مدينة العالمين الجديدة أصبحت وجهة سياحية عالمية أو مقصد سياحي عالمي بكل المقاييس. التطورات اللي حصلت في مدينة العالمين رصدتها إزاي، والمراحل اللي مرت بيها، وإزاي وصلنا إلى هذا المستوى، والمنتظر من هذه المدينة العالمية على أرض مصرية في المستقبل؟ طبعا مدينة العالمين بدأ فيها العمل في 2018 في شهر مارس، ودي كانت من رؤية مصر 2030 اللي بتهدف لتطوير المدن الجديدة وتحسين البنية التحتية للنمو الاقتصادي والتطوير. وده طبعا ده ساعد بشكل كبير جدا ان هي تكون مدينة العالمين من المقاصد السياحية العالمية في مصر خلال الفترة اللي فاتت. وطبعا الطرق والشبكات اللي وصلت بيها لأحدث التقنيات ده ساعد بشكل كبير جدا على جذب المستثمرين وجذب القطاع الفندقي والمنتجعات اللي تمت إنشائها في مدينة العالمين. نعم، المميزات اللي بتتمتع به هذه المدينة، مدينة العالمين الجديدة، عن غيرها من الوجهات السياحية الأقرب في دول حوض البحر الأبيض المتوسط؟ طبعا أول حاجة لازم نتكلم عنها إن دي نقطة بيور في البحر المتوسط، وطبعا المناظر الطبيعية والجو المعتدل طول السنة، بالإضافة طبعا للبنية التحتية المتطورة، وإن المدينة مجهزة بأحدث المرافق والخدمات زي المطارات والمستشفيات والمراكز التجارية، وده شبكة الطرق والمواصلات اللي بتربط مدينة العالمين بكل المدن القريبة منها. وطبعا ما ننساش المشروعات السياحية اللي اتعملت في مدينة العالمين، كل ده طبعا بيساعد بشكل كبير جدا إن تكون مدينة مميزة مدينة العالمين. نعم، أيضا من المميزات العوامل اللي ساعدت في جذب السياحة العالمية إلى هذه المدينة، واللي ممكن يعني كما ذكر رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي تساعد إن هذه المدينة تظل مستدامة تستقبل سياحة على مدار العام وليس فقط في فصل الصيف. طبعا المدينة فيها كل ما يحتاجه السائح الأجنبي أو السائح المصري من احتياجات ليه، زي الفنادق، زي المولات، زي الأماكن التجارية والمطاعم، الخدمات. فده كله بشكل كبير بيساعد أن يكون في تدفق سياحي طول العام. نعم، المتبقي لمدينة العالمين عشان في القادم تكون قادرة على المنافسة في ظل الوجهات المتعددة المختلفة في شرق المتوسط أو في البحر المتوسط كوجهة جديدة وبكر زي ما حضرتك ذكرت. طبعا احنا خلال الفترة اللي فاتت بيتم إنشاء مرسل اليخوت عشان تكون إضافة لسياحة اليخوت في مصر. طبعا في جزء من الاستثمار السياحي لسه ما تسلمش. نعم. كل دوت طبعا خلال الفترة اللي جاية هيكون مدينة مكتملة لجذب عدد كبير من السياحة على مستوى العالم. نعم، وهنا ما دمنا بنتكلم عن مدينة مكتملة إن شاء الله، إحنا شفنا مهرجان العالمين في نسخته الأولى العام الماضي وفي نسخته الثانية المستمرة في هذا العام بالأنشطة المختلفة وتعدد الزيارات من السادة المسؤولين والوزراء عليه وتعدد الأنشطة من قبل جميع الوزارات. شايف حضرتك القادم أيضا يجب أن يضاف عليه إيه، ودور الشركة المتحدة وغيرها من الجهات والمؤسسات داخل الدولة المصرية في الآونة الأخيرة لزيادة الاهتمام بمثل هذه المدينة والمدن المطلة على الساحل الشمالي؟ طبعا لازم في البداية نشكر الشركة المتحدة وعلى رأسها الأستاذ عمرو الفقي على المجهود الرائع وإبراز صورة العالمين بهذا المنظر الرائع للعالم. نعم. وطبعا ساعد بشكل كبير جدا ان المهرجان يكون بيضم عروض وفعاليات متنوعة من كل المجالات، عروض فنية أو موسيقية، معارض، فعاليات رياضية. وطبعا ده
تجربة فريدة بتجمع بين الثقافة والترفيه، ويمكن ده أطول مهرجان بيتعمل في منطقة الشرق الأوسط. وما دمنا بنتكلم أنه هو أطول مهرجان، الرسائل اللي بيقدمها مهرجان العالمين في نسخته الثانية لمصر وللعالم؟ طبعا الرسائل اللي إظهار الصورة الحضارية لمدينة العالمين والأجواء الساحرة للمدينة، وبيعكس ده الثقافة الخاصة بمصر وتراث مصر طبعا من خلال المهرجان، وبيجعل مدينة العالمين بسمعتها العالمية ان تكون مقصد سياحي عالمي على ارض مصر. ان شاء الله، كل الشكر والتقدير لحضرتك ولكل القائمين على مهرجان العالمين في نسخته الثانية، وهذه المدينة العالمية بحق وبالارقام على اراضي مصرية خالصة، وكل الشكر للقائمين على العمل في هذه المدينة. شكرا جزيلا استاذ محمد كارم.